الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا اربع وصفات والاربع وصفات ثمار بحر. عنا البايلا الطبق الرئيسي، ايضا في عنا ريديس بخبزه تورتيا، وصفتين تعتبر كنوع ابيتايزر. عنا كمان مشاهدينا شوربه ثمار البحر، وايضا في عنا فيليه سمك مع الكوسه عاملينها بشكل بيتزا، او طبعا الكوسه محشيه صلصه بيتزا مع الزيتون وجبنه الموتزاريلا. هول اربع وصفات بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح. في البايلا اشرفت على نهايتها وصارت جاهزه عندنا البايلا، اما بضل في عندنا شوربه ثمار البحر وعندنا كمان القريدس بخبزه التورتية. انا وياكم مشاهدينا خلينا نبلش بوصفه الشوربه لنقلي ثمار البحر، وفينا نضيف عليها من الخضار. طبعا هون بقول للمشاهدين فيكم تضيفوا عليها جزر، وفيكم تضيفوا عليها كرات وكرافس وغيرها من الخضار. لكن انا رح احط طنجره على النار، لكن شوربه ثمار البحر. عندنا طنجره على النار، اكيد بنجيب زيت زيتون او زيت نباتي. ثمار البحر جاهزين عندي، طبعا انا جايب كيس ثمار بحر مشكل. انتم فيكم تجيبوا كلامار، فيكم تجيبوا قريدس، وايضا فيكم تجيبوا اللي بدكم اياه من ثمار البحر تضيفيهم مع المول وغيره. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، شوربه رائعه، بالاخص بس نكون نحن مشاهدينا عاملين سفره من ثمار البحر. سلاد فينا كمان نجيب من الخس الايسبرغ بالاضافه للجزر المبروش للجوز، ومنحط من القريدس والكلامار منتبلها بالخردل وعصير الحامض، فيكم تحطوا معها من الفطر، فيكم تحطوا معها من البندوره الكرزيه، بالاضافه للفليفه الملونه. انا محضر كشوربه كنوع ابيتايزر كطبقين فينا نقول عنهم رئيسي، انها البايلا طبق رئيسي، والطبق الثاني اللي محضرينه فيليه سمك مع الكوسه كمان يعتبر كطبق رئيسي. خلينا بهالوقت نحط نحن وياكم ثمار البحر المشكله على النار مع محص ثوم، لكن رح استعين انا بحص ثوم لحتى ناخذ نكهه رائعه. عندي حص ثوم وعندي ثمار بحر مشكله منقليه هون طبعا لحتى يدبلوا شوي. برجع بضيف لهم من الزبده، وبدنا نحط كمان من الطحين. هون برجع بذكر انا كل المشاهدين طبعا فيكم تحطوا بهالمرحله اللي نحن بلشنا فيها للشوربه، فينا نحط بصل، فينا نحط جزر، فينا نحط كرات، وايضا فينا نحط كرافس بناخذ نكهه كمان طيبه. المقادير اللي شفتوها على الشاشه في بقلبها جزر. انا وياكم خلينا نروح نشوف هالصحن او هالطبق الرئيسي البايلا، هالوصفه الشهيه. البايلا طبعا هون بقول للمشاهدين مثل ما عم بتشوفوا قدامنا على الشاشه، في عندي مول، في عندي طبعا من الويتر صدف البحر، بالاضافه للكلامار، عندنا اخطبوط، عندي من القريدس، عندنا دجاج، البايلا كمان بندخلها دجاج، بالاضافه مشاهدينا للبازيلا وللجزر للرز الامريكاني والبهارات البايلا والكاري. هيدا هو طبق البايلا مثل ما شفتوه. كيف حضرنا هالطبق وكيف صار عندنا هون؟ اول شيء حطيت طنجره على النار، ضفنا للطنجره زيت زيتون، حطينا من البازيلا والجزر، قليناهم مع بعض مع قليل من الثوم، اخذنا نكهه كثير طيبه. رجعنا ضفنا بهارات البايلا مع شوي من الكاري، في عندنا بالسوق بهارات بايلا جاهزه، لكن حطينا بهارات البايلا، قليناهم، شمينا الريحه، ريحه الكاري وريحه البهارات البايلا. بعد ما شمينا الريحه جبنا رز امركاني. رز الامركاني كنا نقعينه 45 دقيقه بالماء الفاتره. بعد ما نقعنا الرز الامركاني غسلناه كثير منيح، ضفناه فوق البازيلا والجزر والبهارات البايلا، جبت من الفليفه الملونه، ضفت فليفه ملونه فوق خليط الرز. طيب شو استعملنا مرقه؟ جبت عصفور، غليت عصفور على النار مع مرقه سمك لحتى غلوا كثير منيح، اخذنا اللون الاصفر من العصفور اعطانا هاللون على الرزات. طبعا غليناهن وضفت انا ميه العصفور فوق الرزات. لكل كوب من الرز الامركاني بدنا 2 كوب من المي، حتى اذا جبتوا اعتبرتوها هيدي كوب، حطيتوا من هيدي الكوب رز امركاني بتحطوا 2 كوب بنفسها او بهي ذاتها من المرقه او المي. طيب حطينا المي، غلت المي، غلى الرزات، خففنا النار، نبت عندي الرز. بعد ما نبت عندي الرز جبت كلامار،
الكالامار قطعتهم رونديل، قليتهم بزيت الزيتون، حطيت معهم شويه ثوم، سلقت المول، المول سلقناه حطينا معه مشاهدينا من الورق الغار وعود القرفه، البصل، القريدس شوحناهم بطوايه مع رشه ملح، رشه فلفل اسود، بالاضافه كمان في عنا باقي طبعا الويتر وغيره كلهم سلقناهم مع مواد معطره. هون بدي اقول لك كل المشاهدين طبعا بالنسبه للبايلا فيكم تجيبوا كمان من ثمار البحر المشكله، تضيفوها مع الثوم ومع البازيلا والجزر، نحط كمان ثمار بحر مشكله ببدايه طبق البايلا. لكن زينت هالطبق انا مثل ما عم بتشوفوا بشرائح الحامض وشرائح البرتقال وصدف البحر او المول حوالي طبق، وعندنا كمان الويتر اللي هي صدفة البحر كمان مثل ما عم نشوفها، بالإضافة لصدر الدجاج مسحب. صار عندي هالوصفة هالطبق، بس هالطبق بعد ما خلص لأن بعد دخله كمان صلصة، بدنا نحضر صلصة أنا وياكم لهالطبق. لكن هون نحن مشاهدينا عنا ثمار البحر تركينا لحتى تاخد شوية لون. بهالوقت رح روح أنا جيب لكن رح حضر صلصة البايلا. صلصة البايلا كمان رح حط طنجة على النار للصلصة، لكن طنجرة على النار، عندي من الزبدة، لكن صلصة البايلا عندي زبدة، وعندنا كمان مشاهدينا لثمار البحر بنحط أيضا من الزبدة، لكن صار عندي زبدة مع شوربة ثمار البحر، وعندنا ايضا زبده مع او للصلصه. طيب هون نحن نترك الزبده لحتى تذوب، عندي الطحين جاهز، الطحين عندنا كمان من الحليب، لكن مشاهدينا في عندنا حليب سائل للشوربه، وعندي كمان من الكريمه. بالنسبه لصلصه البايلا هون بقول للمشاهدين نحن بدنا نعمل الرول، بنعملها عاده زبده مع الطحين، فينا نضيف من العصفر، عندي بعد شوي عصفر، رح حط عصفر مع مرقة سمك مع البهارات البايلا. فيكم تضيفوا مشاهدينا لهالوصفة كريم فريش، ما عندنا أي مشكلة إذا حطيتوا معها كريم فريش كمان بناخذ نكهة طيبة. لكن دابة الزبدة رح ضيف الطحين، لكن هون مشاهدينا عم ضيف الطحين طبعا مع ثمار البحر، حطينا الطحين، عندي مثل ما خبرتكم من الحليب السائل، بضيف مع الحليب السائل كمان مي، اوكي ضفنا كمية من المي، بدنا نملح وايضا بدنا نبهر الشوربه، فيكم تحطوا فلفل اسود او بهار ابيض. برجع بذكر كمان لكل المشاهدين فينا نحط معها من الكرات، فينا نحط معها من الكرافس، ايضا فينا نحط معها من الخضار، بازيلا، جزر، حسب ما انتم ترغبوا، ما عندنا اي مشكله. لكن هون عندي الشوربه نتركها لحتى تعقد، بهالوقت رح روح جيب كمان معلقه ثانيه من الطحين ضيفها فوق الخليط الثاني. لكن بضيف طحين للصلصة، عنا زبدة عنا طحين، صار عندي الرو البيضة مثل ما عم بتشوفوا، اوكي طيب صار عنا الرو. بجيب من بهارات البايلا الجاهزة اللي مشتريها نحن مشاهدينا من السوق، بضيف بهار بايلا للزبدة وللطحين، كمان بحط رشة كاري صغيرة، اوكي بنقليهم مع بعض. مثل ما خبركم بدنا نشم ريحة البهارات صحت طلعت، بنضيف عندي من العصفر كمان عصفر جاهز عندي لضيف قليل من العصفر، وبكفي مي او مرقة سمك. هون عندي الشوربة بلشت تغلي، بجيب فلفل اسود، بحط لها فلفل اسود بس مش كتير، رشة صغيرة،
ونتركها تغلي كمان مع بعض. هون صار الوقت لحتى نضيف العصفور، وبرجع نضيف كمان مي او مرقة سمك. لكن مشاهدينا هيدي مي. طيب هون خلينا نشوف شو صار في عنا مع شوربة ثمار البحر. رح اجي اخد من الكريم فريش، ضيف كمان كريم فريش للشوربة. اوكي، لكن مشاهدينا في عنا طنجرتين على النار، وحدة فيها صلصة البايلا والتانية فيها مثل ما شفتوا شوربة ثمار البحر. صلصة، طبعا هون بذكر المشاهدين انه الصلصة فيني احط لها ايضا من الكريم فريش، بتعطينا نعومة كمان للصلصة، ما عندي اي مشكلة. طيب، لكن مشاهدينا بضل في عنا طبق وصفة وحدة لأريديس بعجينة التورتية او بخبزة التورتية. راح نحضر لها صلصة انا وياكم. عندي صلصة جاهزة، طبعا الصلصة الكريمي او فينا نقول عنا الصلصة هي عبارة عن كريم فريش بالإضافة لعصير الحامض مع رشة ملح. هون بقول للمشاهدين فيكم تحطوا معها من البصل الأخضر أو البقدونس. طبعا نحن عم نحكي عن صلصة السور كريم. صلصة السور كريم أنا جهزتها، حطيت كريم فريش مع عصير حامض جهزتها وجاهزة لآخر فقرة من فقرات رشة ملح لنضيفها بخبزة التورتية. عندي هون السمك، سمك مقلي جاهز، فيليه سمك هامور للتانية نحن بالطحين، حطينا له من البهارات الكمون، رشة كزبرة يابسة مع عقدة صفرة للتانية هون طحين وقليناهن. هالطبق صار جاهز، رح خبركن عنه بعد البريك. فنروح نحن وياكن مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.